شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول التوبة، وهذا الموضوع له موقع متميز في علوم متعددة، لهذا المبحث موقع في علم الفقه صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه، يذكر هذا المبحث في أحكام الأموات باعتبار أن التوبة هي إحدى الواجبات الفورية في الفقه، ولهذا المبحث موقع في علم الكلام باعتبار أن علم الكلام يعني علم العقائد يبحث في المبدأ والمعاد، ومبحث التوبة من فروع مباحث المعاد، لهذا المبحث موقع في علم الأخلاق باعتبار أن علم الأخلاق يتناول تعديل القوى، القوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة العقلية، ومبحث التوبة يرتبط بقوتين من هذه القوى الثلاث: القوة
الغضبية والقوة الشهوية. هذا المبحث له موقع في علم النفس. علماء النفس يبحثون حول التأثيرات العظيمة للتوبة في باطن النفس الإنسانية. وعلى كل حال، هذا المبحث له موقع في علوم متعددة وفيه مباحث كثيرة، إلا أننا نكتفي بالتعرض إلى مبحثين. المبحث الأول مفهوم التوبة، والمبحث الثاني تحمله، مصاعب التوبة. أما بالنسبة إلى البحث الأول مفهوم التوبة، التوبة تعني العودة إلى الله تعالى. بعد الابتعاد عنه، الابتعاد له أنواع وله أشكال. الابتعاد بمخالفة أوامر الوجوب، الابتعاد بمخالفة نواهي التحريم، الابتعاد عن الله تعالى بفعل المكروهات وترك المستحبات. هذا النوع من أنواع الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، إلى آخر أنواع الابتعاد وأشكال الابتعاد. التوبة يعني العودة إلى الله تعالى بعد الابتعاد عنه. منذ بدء الخليقة كان هنالك موقفان بعد الابتعاد عن الله تعالى. الإنسان عندما يتورط في الابتعاد عن الله، ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه؟ هنالك موقفان. الموقف الأول اتخذه الشيطان الأكبر، وهو موقف الإصرار. ارتكب ذنبا وأصر على ذلك الذنب. الله تعالى أمره بالسجود لآدم فلم يسجد، وأصر على هذا الذنب. وإلى هذه اللحظة التي نتحدث، الشيطان مصر
على ذلك الذنب، وإلى يوم القيامة الشيطان الأكبر مصر على هذا الذنب. ينقل في بعض الكتب أنه أحد الأنبياء الشيطان قال لذلك النبي: تعال وتوسط بيني وبين الله تعالى حتى هذه الحالة تنتهي، حالة البعد. النبي ذهب إلى الله، يعني ذلك النبي، وقال لله: الشيطان يريد أن يتوب. الله قال: ماكو مانع، خل يذهب الشيطان ويسجد عند قبر آدم، أنا أقبل توبته. النبي عاد فقال للشيطان، الشيطان فكر قال: أنا عندما كنت كان آدم حيا ما سجدت له، الآن اللي هو ميت أسجد له؟ لا، ما أسجد له. وإلى هذا اليوم مصر على موقفه، وإلى يوم القيامة سيبقى مصرا على موقفه. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني موقف العودة إلى الله، هذا مثله القطب الثاني، القطب الثاني أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. أذنب وغوى وعصى الله سبحانه وتعالى، وعصى آدم ربه فغوى. هذه المعصية ماذا كانت؟ هذا بحث آخر. هل كانت معصية مطلقة العامة أو بعضهم يقولون بذلك؟ هل كانت تركا للأولى؟ بعض يقولون بذلك. هل كان مخالفة لأمر إرشادي تترتب عليها آثار وضعية؟ البعض يقولون بذلك. الوالد رحمه الله في كتاب العقائد وكتاب البيع وفي بعض الكتب الأخرى يذهب إلى أنه لم يكن أي واحد من هذه الثلاثة، لا مخالفة لأمر مولوي ولا مخالفة لأمر إرشادي ولا حتى ترك للأولى، وإنما هنالك شيء رابع في هذه القضية، وتفصيله مذكور في تلك الكتب. على كل حال، الآن مو كلامنا في هوية هذه المعصية وماهية هذا الذنب، ولكن آدم أبونا آدم عاد إلى الله سبحانه وتعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذان موقفان منذ بداية الخليقة، موقف أبينا آدم موقف العودة، وموقف الشيطان الأكبر موقف الإصرار والعناد واللجاج. التوبة يعني موقف أبينا آدم.
الإنسان إذا فعل ذنبا لا يصر على ذلك الذنب، وإنما ينقلع عنه ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المبحث الأول، مفهوم التوبة. المبحث الثاني، تحمل مصاعب التوبة، وهذه نقطة محورية. التوبة فيها مشاق وفيها متاعب، لماذا؟ لأنها تتضمن نسبة من التضحية. عادة كل عملية التوبة تتضمن نسبة من التضحية. التضحية عملية شاقة، التضحية عملية مشكلة، وبالذات إذا كانت هذه التضحية تمس المصالح الرئيسية للإنسان. الإنسان عنده مصالح ثانوية وعنده مصالح رئيسية. التضحية بالمصالح الرئيسية، كل فئة لها مصالح رئيسية. التجار لهم مصالح رئيسية، العلماء لهم مصالح رئيسية، كل طائفة، الحكام لهم مصالح رئيسية. كل طائفة من الطوائف هنالك في حياتهم مصالح ثانوية ومصالح رئيسية. التضحية بهذه المصالح الرئيسية من أشق الأعمال على الإنسان. إذا عملية التوبة مست هذه المصالح الرئيسية تكون عملية شاقة. ولكن المؤمن هو الذي يتحمل هذه المشقة، يتحمل هذه الخسارة العاجلة حتى لا يتورط في الخسارة الدائمة الآجلة. نحن نمثل بمثالين، أنه شلون عملية التوبة تحتاج إلى هذا القرار الشجاع، قرار التضحية بالمصالح الحيوية. المثال الأول، التضحية بالمال. المال قضية حيوية في حياة التجار، بل في حياة غالب البشر. غالب البشر محورهم المال. الآن أنقل لكم كشاهد قبل القضية. عندنا أحد الإخوة، هذا صديق ويا تاجر، يقول في يوم من الأيام قلت لذلك التاجر: لماذا لا تخمس؟ لا تعطي الحقوق الشرعية. قال التاجر إلي، يعني لهذا الشاب، أنه أنت تفهم شنو تقول،
مبتدئي أنا أفهم شنو أقول. أنا أقول الله تعالى تفضل عليك وأنعم عليك. أنت مما تفضل الله عليك ادفع 20%. قال قلت اللي أنت ما تفهم ما تقول. أنا إذا أريد أدفع الحقوق الشرعية يجب أن أدفع ملياراً بجرة واحدة. هذا الرجل اللي تعب أعواماً ضحى براحته وأكله وشربه ونومه بجرة واحدة يدفع مليار. قلت شكو بيها؟ 4 مليارات إلك وواحد لله. فقال لي قلت لك ما تفهم ما تقول. اللي ما عنده حقيقة لا يفهم. القضية قضية معقدة. ولذلك أغلب الأفراد يسقطون في هذا الامتحان. كان هنالك ملاك له أراضي كبيرة، ولكن هذا الرجل ما كان يبالي بالحلال والحرام. ومضى على ذلك مدة. في يوم من الأيام أدركته رحمة الله تعالى. أخذ يفكر إلى متى أبقى في هذه الحالة، وماذا يكون جوابي في القبر، وبماذا أجيب الله تعالى في يوم القيامة. إحنا عادة تأتينا هذه الأفكار. كل واحد من البشر عنده ضمير، هذا الضمير يقظ. النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولكن بعض الأفراد يرتبون الأثر، بعض الأفراد لا يرتبون الأثار. أكو في الحديث مضمونه لعله أنه الذنب يمر أمام عين المؤمن كصخرة على صدره تثقله، يريد يتخلص منه، وبالنتيجة يحاول أن يتخلص منها. ولكن الكافر أو المنافق مثل ذبابة تمر عليه وتبتعد، إزعاج مؤقت، فكر يجي له، خاطر يجي له وثم ينتهي. هذه طبيعة المؤمن وطبيعة الكافر. لعل المضمون التقريبي للحديث هو هذا. هذا الخاطر جاء لهذا الملاك، وربما جاء للمئات من الملاكين، الناس اللي أموالهم حلال وحرام. ولكن الفرق أن هذا الملاك اتخذ القرار الشجاع. بلحظة واحدة فكر أن يتخلى عن كل أملاكه وعن كل أراضيه. هذه كلمة، ولكن عندما واحد يواجه هذا الموقف يعرف صعوبة هذا الموقف. تخلى عن كل أراضيه وأملاكه وأمواله، وراح إلى فلاح متواضع في أرض، دخل عليه
قال له: هل تقبل أن أعمل عندك عاملا لقاء أجرة؟ تقبل. فذهل ذلك الفلاح، لأن هذا ملاك معروف. تقبل أن أعمل عندك عامل مقابل أجرة. بعد أخذ ورد شاف لا، العرض جاء، فقبل بذلك وتحول هذا الملاك إلى عامل عند فلاح يعمل بأجرة. يذكرون أنه أحد أحفاد هذا الملاك كان واحدا من كبار العلماء. هذا واحد من أحفاد. والأهم من ذلك أنه ربح آخرته. هذا الرجل ربح الآخرة بهذا القرار الشجاع. هذا هو النموذج الأول في أنه كيف تمس العودة إلى الله المصالح الحيوية للإنسان. النموذج الثاني، وهذا النموذج أقرب إلينا إحنا، وهذا يتعلق بمصلحة حيوية مهمة، وهي المقام، المقام الاجتماعي. لعله أكو في الرواية: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب رئاسة. واحد عنده مقام اجتماعي، عنده موقع، الناس يعتقدون به، بموقف واحد يفقد كل شيء. ممكن كم واحد عملوا هذا الشيء؟ قضية معقدة، ولكن أحيانا الامتحان الإلهي يقتضي ذلك. كان واحد من العلماء، قبل أن نذكر الشاهد، له مقام وعظمة في بلد من البلاد، وكان له صديق قديم. بعدين الوظيفة الشرعية فرضت على هذا العالم أن يتخذ موقفا، فانفض الناس من حوله، تركوه. نقل لأحد الإخوة أنه في يوم من الأيام جاء صديقه القديم إلى هذا العالم، فلم يجد عنده أحدا، ماكو ذاك الرجل اللي كان يقود تيار اجتماعي، بيته كان مليء، وإذا ببيته خالي، ماكو واحد. يقول عندما طلع ذاك الصديق القديم، هذا الرجل نقل لي، قال: رأيت دموعه جارية على خده وقال: هكذا يقيد الأسود. تقييد الأسد هذا معناته الأسد يأخذوه يخلوه في قفص، كل شيء ما يتمكن يعني. في يوم من الأيام تجدون أن الوظيفة الشرعية تقتضي منكم هذا الموقف. واحد حاضر يتحمل هذه التبعات أو مو حاضر. نعود إلى النموذج الثاني. النموذج الأول كان عندما تمس المصالح الحيوية في بعد المال،
النموذج الثاني عندما تمس المصالح الحيوية في بعد المقام. هذه القضية تنقل عن الشيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية. ينقل عنه أنه إحنا كنا نتتلمذ عند أستاذ، وكان معنا رجل قروي بدوي كان ويانا في البحث. في يوم من الأيام هذا الرجل القروي أخبر بخبر غيبي، حول الأستاذ. هذا الخبر الغيبي بلغ الأستاذ. الآن ما علي، شنو ذلك الخبر الغيبي؟ الأستاذ شاف هذا التلميذ وقال له: من أين علمت بهذا؟ ومن الذي أخبرك بذلك؟ وألح عليه الأستاذ على التلميذ، فقال: في الواقع أنا عندي قضية، وهذه القضية أن أبي كان عالم في قرية، في قريتنا، وكان يقوم بالشؤون الدينية لتلك القرية. توفي والدي، أهل القرية اجوا عندي وقالوا: أنت يجب أن تكون عالم القرية. أنا ما أعرف شيء من الأحكام الشرعية، ولكن ألح علي وأنا تحت ضغط إلحاحهم قبلت ذلك، وكنت أقوم بشؤونهم الدينية بلا علم. عندما يسألوني مسألة شرعية أجاوبهم. هذا الإحراج الذي نتعرض له. واحد سألنا مسألة لا نعلم، نقول لا نعلم. كبار العلماء كانوا يقولون لا أعلم. الملائكة قالوا لا نعلم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. لماذا نخجل من الكلمة التي قالتها الملائكة؟ أي شيء ما عرفت يقولوا لا نعلم. طبعا هذا يشكل إحراج، ولكن واحد يبتلى بالإحراج الاجتماعي أولى من أن يبتلى بعذاب الله. الإمام قال: لمثل هذا تمنع السماء قطرها، في رواية بغل قصر أبي هبيرة في المكاسب، ما أدري الدرهم درهم يعني. يمكن واحد يقول شيء يقتل إنسان بكلمة واحدة. فأنا كنت أفتيهم أقوم بشؤونهم بلا علم. بعد فترة أدركتني يقظة الضمير أنه أنا شنو دا أعمل، وين دا نروح؟ فجمعت أهل القرية وخطبت فيهم، قلت لهم: أيها الناس، أنا خلال هذه الفترة كنت أفتيكم وأنقل لكم الأحكام الشرعية وأقوم بشؤونكم الدينية، هذا كل خطأ كان وأنا لم أكن أعرف شيئا.
قال أهل القرية عندما سمعوا هذا الكلام، زواج أكو، طلاق أكو، قال هجموا علي وأشبعوني ضربا، وأنا لا أعلم كيف تمكنت أن أنقذ نفسي من أيديهم وشردت. رحت بالصحراء على غير هدي، ما أعلم وين أروح. شوية بعد أن أدركني التعب استرحت. خلال ذلك فكرت أنه أفضل مكان أذهب إليه هو النجف الأشرف لطلب العلوم الدينية. كنت أمشي باتجاه النجف وإذا برجل يأتي، قال إلى أين؟ قلت إلى النجف. قال هل تحب أن أرافقك؟ قلت نعم. فترافقنا معه ووصلنا إلى النجف ولم أشعر بالتعب، كأنه أو لعله وصول إلى النجف كان وصول غيبي. وهذا الرجل يأتي عندي بين فترة وأخرى ويخبرني ببعض الأشياء، ومنها هذا الخبر الغيبي. هذا الخبر الغيبي اللي أخبرته عنك أخبرني ذلك الرجل رفيق الطريق. الأستاذ فكر أنه هذا الرجل إما هو ولي من أولياء الله تعالى، وإما هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. قال قل له هل يمكن لي أن أزوره؟ الطالب القروي قال هذا جدا متواضع هذا الرجل، ويمكن هو يأتي إلى زيارتك. بعدين راح وسأله ثم جاء وقال لا يحتاج أن يزورنا هذا، كلما وجدنا فيه الأهلية نزوره نحن، متى ما صارت عند قابلية أنا أزوره. قال هذه الكلمة هزت الأستاذ، تبين أنه ما إلى قابلية. على كل حال الفرد المؤمن ينبغي عليه أن يتحمل مشاق العودة إلى الله، يعني يقرر ذلك، يصمم على ذلك. أن يخسر الإنسان دنياه أفضل من أن يخسر آخرته. هذا الشهر شهر رجب، شهر التوبة. هنالك حديث، هذا الحديث مروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، ينقل هذا الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي يقول في هذا الحديث شهر رجب أو رجب شهر الاستغفار لأمتي. الإنسان في خلال حياته وفي خضم الأعمال يغفل عن الله سبحانه وتعالى. كان عندنا جد من طرف الأم، هذا كان تاجر، ينقل في أحواله على ما ببالي أنه كان يعطل 3 أشهر تعطيل،
وكان يقول 9 أشهر نجعلها للدنيا للتجارة والكسب وما أشبه ذلك، و3 أشهر نجعلها للآخرة. فخلال هذه الأشهر الثلاثة كان يعطل دكانه، كان عنده دكان كبير بقرب الحرم في كربلاء، كان يعطل دكانه أو كان يخلي نائب مثلا، وكان يروح مدة يبقى بالنجف الأشرف، مدة يروح إلى سامراء يبقى هناك. فيجعل هذه الأشهر الثلاثة للعبادة بمعناها الأخص، لأن العبادة لها معنى أعام، كل عمل يتقرب به المؤمن إلى مولاه هذه عبادة بالمعنى الأعام، وعدنا عبادة بالمعنى الأخص اللي هي عبادة عبارة عن الدعاء، التضرع، الزيارة وما أشبه ذلك. هذا الشهر بل هذه الأشهر الثلاثة، يعني شهر رجب اللي هو شهر الله، وشهر شعبان اللي هو شهر النبي صلى الله عليه وآله، وشهر رمضان اللي هو شهر الأمة، هذه 3 أشهر. هذه الأشهر الثلاثة ينبغي أن نجعلها أشهرا للعبادة بمعناها الأخاص، ومن أفضل هذه العبادات التوبة. شهر رجب كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله شهر الاستغفار لأمتي، واحد يحاول أن يتخلص من ذنوبه، فأكثروا فيه الاستغفار فإن الله غفور رحيم. ويسمى رجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. أنا أتذكر بعض الشباب عندما كنا في الكويت كانوا يصومون 3 أشهر، رجب وشعبان وشهر رمضان. هذا التوجه إلى هذه الأمور المعنوية من جملة الأشياء المستحبة في هذا الشهر العمرة الرجبية، لها فضل كبير، وللعمرة الرجبية موقع في كتب الفقه تالية الحج في الثواب كما في الروايات. زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في هذا الشهر له موقع متميز. الأدعية الموجودة في هذا الشهر، هنالك أحد الرواة محمد بن ذكوان، هذا كان يلقب بالسجاد لأنه كان كثير السجود وكان كثير البكاء، ذاكرين في أحوال أنه بكى أو سجد حتى ذهب بصره، جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا رجب علمني دعاء ينفعني الله فيه. فقال له الإمام صلوات الله عليه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. هذا الدعاء الآخر الذي يقرأ خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك إلى آخر الدعاء. الدعاء الآخر يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين. هذا الشهر شهر رجب
ينبغي أن نحاول بقدر الإمكان أن نجعله شهر الاستغفار والتوبة أولا، اللي هذا أهم من كل شيء، وشهر العبادة والدعاء ثانيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي